رغم أن إنجازهم في طوكيو كان أقل حصاداً للميداليات عن ريو دي جانيرو، إلا أنهم استطاعوا تحطيم العديد من القيود والتحديات بعد تعرض بعضهم لإصابات وتوقف معسكراتهم بسبب فيروس كورونا. هم أبطال بعثة مصر البارالمبية الذين حققوا 7 ميداليات بواقع 5 فضيات وبرونزيتين في طوكيو 2021. الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية أكدت على أن أفراد البعثة المشاركة في طوكيو لاقوا كافة أنواع الدعم والمساندة من القيادة السياسية، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها وخلق دوافع جديدة لحصد البطولات والميداليات في المحافل الإقليمية والدولية. البعثة المصرية البارالمبية شاركت في دورة الألعاب بعدد 49 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة، وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات. وحصلت البعثة المصرية بطوكيو على 7 ميداليات لكل من فاطمة عمر، شريف عثمان، محمود صبري، رحاب رضوان، محمد صبحي، هاني عبد الهادي في رفع الأثقال، فضلا عن محمد الزيات في البارا تايكوندو. وعلى الفور بدأت اللجنة البارالمبية وجميع الأبطال في الاستعداد ووضع خطة التأهل لباريس 2024 وحصد المزيد من الميداليات ورفع اسم وعلم مصر عالياً.